الكثير من المتعة والترفيه يجدها الزائر لمهرجان الشيخ زايد بنسخته الحالية، وكون السعادة ترتبط في مكان ما بالطعام اللذيذ، فقد اهتم المهرجان بتوفير المئات من الأطباق الرئيسية العالمية والأكلات الشعبية التي ترضي كافة الأذواق عبر تشكيلة واسعة من المطاعم المحلية والخليجية والعربية والآسيوية والعالمية، تم استقطابها بهدف إرضاء الزوار بكافة أذواقهم ولمنحهم الفرصة للتعرف على شعوب العالم من خلال أكلاتها الشعبية التي تشتهر بها. وأينما كانت وجهة الزائر في منطقة المهرجان سيجد ركناً لتقديم الأكلات السريعة والمشروبات، ويقدم المهرجان لعشاق المرتفعات تجربة فريدة من خلال المطعم الطائر فلاين كاب، إذ سيتمكن عشاق المرتفعات والتجارب الغريبة من تناول وجباتهم هم وأصدقائهم على ارتفاع كبير. وفي الوقت نفسه يمكن مشاهدة عروض المهرجان وفعالياته من هذا الارتفاع في واحدة من أكثر التجارب تشويقاً.